بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل الوطن، خارج الوطن، خوتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين والبلجيكيين يتبعون إلى الله ومحمد رسول الله وجميع متتبعي محتوى السجون المغربية. تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا خوتي. المهم خوتي خوكم حالة شوية مريض، دعونا بالشفاء، الله يكبر بكم أخوتي. المهم انتظروا الفيديو إن شاء الله مع تسعة ديال العشية أخوتي، فيديو واحد قصة مشوقة ديال حب الأعمى إبراهيم القنيطري اللي قتل الزوجة ديالو وقطعها من جنت مراكش وبغى يلصق تهمة صاحبتها. قصة أخوتي شنقول لكم، قصة بزاف المعنى فيها. ونتمنى اللي دخل يتفرج الفيديو بلاتي يبداه من الاول ويكملو حتى الاخر باش يفهم القصه مزيان ويعرفوا القصه مزيان. لهذا اخوتي احباب، حياتي لكم، احتراماتي لكم، تقديري لكم جميعا. خوتنا المغاربه اللي داخل الوطن، خارج الوطن، خوتنا الجزائريين بطبيعه الحال ديما خاوه 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 خاوه، والتونسيين والليبيين والموريتانيين وبعد يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله. دفعوا الكروسه خوكم خالد، دفعوا الكروسه خوكم خالد، جزاكم الله بخير. فاي واحد كيدير في حاجه راه ما تخسر والو. ومرحبا مرحبا 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 بالناس اللي عاد دخلوا عندنا مشتركين، تحياتي لهم وترحب بهم. ما تنساوش اخوتي اي فيديو بارتاج توصل الرساله اي حاجه اخوتي، جزاكم الله بخير اخوتي. دفعوا بنا الكروسه ربي يحفظكم. والو راه انتم ما عارفين شنو كاين، راه الدمار مدمرين والله الا مدمرين اخوتي. وحق الله اخوتي بالله بيديكاس اخويا السي محمد، الناس ديال ميريكا ولا ما في الانجليز كيما قلت لي انت، والله ما بقيت عاقل اخي السي محمد. خويا حسين اتبوهو بتي اف ستات، خويا كندا بشعيب، خويا سفيان تحياتي لكم اخويا، خويا بشعيب، خويا زهير حصادي، و ديديكاس جميع المتتبعين الاولياء المحتوى السجون، خويا القناه ديال خوكم خالد النور. مرحبا بالناس الجدد، ترحب بكم اخوتي، شكرا لكم اخوتي، تحياتي لكم ومرحبا والف مرحبا. واللي قال شي قصه، اللي بغى شي قصه، راه كيما قلت لكم تنقيد، اللي قال لي شي قصه تنقيدها في واحد الجندار باش ما نزقل حتى شي حاجه. اللي باستطاعه ديالي غنعاودها، واللي ماشي باستطاعه ديالي ما غنعاودهاش. اللي تنعرفها راه غنعاودها، واللي ما تنعرفهاش ما غنعاودهاش. بحال واحد قال لي عاود لي خويا العلو، قلت له انا ما ندوزش العلو، ولكن دوزنا مع العباسين اللي مدوزين العلو، تيعاودوا لنا على العلو. اشنو كان فيه؟ اشنو دري ولاد الحومه؟ دري كبار مني انا مطيبين العلو، عارفين شنو كان داير في العلو، عارفين السمية الكراوي، وعارفين حتى السمية الموظف اللي كانوا فيه، هادشي قمية الزاكي. لهذا دابا نعاود اخويا القصة اللي بغيت انت، أي واحد قال لي عاود شي قصة، راه كيف تنقيدها فاجون بون، ما تنخلي ما تنزلت حتى شي حاجة. أي واحد راه غادي نعاود القصة اللي قال لي راه نعاودها بالاستطاعة ديالي، مش بالاستطاعة ديالي راه غادي نرد عليك كومونتير نقول لك اخويا راه ماشي بالاستطاعة ديالي. فهمتوني اخوتي، مروح ما تدوس عليا اخوتي والله. مروح والكحبة والسخانة الباردة والسخانة السخونة، دابا راه بدنا خارج على القهوة، أنا في الحومة مريحنا في واحد القهوة، قهوة وشوية مريحين شوية، بدنا نمرض شوية ولكن الركابي باقي الحريق ما شكيت عليكم أخوتي. دعيونا بالشفاء، الله يجازيكم بخير أخوتي وربي يحفظكم. تحياتي لكم، احتراماتي لكم، تقديري لكم جميعا. الكومنتيرات الزوينة تقولوا لي وعلى اللي جيم تديرو، وديما تقولوا لي كلمة حق زوينة، وديما سير أخويا خالد قدام، وأنا غادي الحمد لله يكون على خاطركم أخوتي. وحنا نصائح الشباب ديما ديما أخوتي الشباب، بعدو من طريق الحبس، طريق المنوالة، طريق العرجات، طريق خمسنا، طريق أي حاجة، القوبي، بلا ما نهضر معاكم. تحياتي لكم واحتراماتي لكم وتقديري لكم جميعا اخوتي.